زمان الحرية من الموت كل شيء يحيا، العالم كله هو الحي، وأنت تقيم من بحيرة هذا الحي ما تستطيعه قامتك، على طولك تأخذ من الحي، على قدرتك، على إرادتك، على صبرك، على ثقتك، على كيف أنت بدك من الحي يعطيك مثل ما بدك. أنت بتحمل له كاسة مثل هيدا بيعمل فيها جدا بيعبي، جيب برميل بيعبي. فأنت تأخذ من الله ما تشاء، ما تشاء بثقة، الثقة بالرب تعالى سلم إلى كل عالم وثمن لكل غالي. عندنا ناس استطاعوا يقوموا من الموت فعلا، من السرطان فعلا، من أمراض مستعصية على الأطباء فعلا. وسيدة جيل واحدة من هؤلاء الذين قالت أعجز الطب الأمريكي، وجاءت هنا الدكتور غانم عبد الكريم هو الشاهد والمنفذ وأعطاها مرهم وعادت وقالت في أمريكا أنا بريت بريء جلدي في الطب الإمام الرضا. بس صادت وقت كانت عم تحكي هي هيك بأمريكا كان مقام الإمام الرضا قد ضربه جماعة بيسموا حال المجاهدين، ضربوه لقسم الأطفال وقسم النساء ضربوا المقام. إذا طبعا المفارقات مقصودة حتى نعرف ليش إذا أنا قلت إن للبيت ربا يحميه ما بيسمع مني مثل ما بيسمع من عبد المطلب. الفحص الداخلي. أقول الختم، نرجع نعير من الأول. أنا أقول سأختم لكم القرآن في بضع ثواني. أول آية من القرآن الكريم تقول الحمد لله رب العالمين، أربع كلمات. وآخر آية في القرآن الكريم في سورة الناس، آخر سورة الناس من الجنة والناس مع بعض، الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد موجه من الجنة والناس. كل القرآن بيقول إنه الجن والناس خلقوا لعبادة رب العالمين، ما خلق جن ولا إنس إلا ليعبدوه. إذا الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس، هي تحوى القرآن كله. دقيقة ختم القرآن، وبالتأكيد ليس في القرآن رغم ما فيه من التفاصيل إلا هذه الغاية، هذا الغرض الذي هو حمد رب العالمين. دكتور لطفي جماعة الإنجليزي يقولون to praise him، praise يعني لتبرز، كلمة عربية praise يعني تمدح الله، تحمد الله، لكن praise برز لتبرز محاسن الله لتدعوه بالأسماء الحسنى. أيوة دقيقة مهم. طيب ثم القرآن، وآمنوا هذا الإيمان كل لحظة، دائما آمنوا أن غاية وجودنا حمد الله ليس شيئا آخر. ولما بنحمد الله ما بنضيع وقت، مو معناها مشغولين ولا فينا نشوف بناتنا ولا أولادنا ولا كذا. بيل جيتس بينام عند سرير بنته الصغيرة مع أنه هو أغنياء الدنيا صاحب المايكروسوفت، ما يشوفوا كيف بنته ما بتنهض من فراشها تقول له هل أستطيع النهوض، حتى يجي يحملها ويقول هي تستمتع بذلك الذي قدم هو وزوجته 24 مليار دولار لأعمال البر، لأعمال الخير. يعني عنده شغل ولكن يستطيع أن يهتم بابنته، يستطيع أن يجد وقتا للعمل الحقيقي وما يهرب شيء من أحد. لقمان أكد لنا بالسورة أنه إذا كانت حبة الخردل بالبحر ولا بالسماء ولا بالصخر يأتي بها الله. بالأمثال الدارجة شو بتقولوا؟ تقولوا اركض ركض لوحوش غير رزقة ما بتحوش، يعني إلى آخره. طيب هلا ضبطت معي القرآن الكريم، شو رأيكم؟ ضبطت الكتاب المقدس، وهيك بتكون هدية للي ما بيشوفوا ولا بيقروا الكتاب المقدس حتى يتعلموا كمان يشوفوا الكتاب المقدس. أول شيء شفته أنا تعرفت عليه في حياتي عند رأسي أبي كان في كتابين طبعاً ضخام غير هيك، وعندي ياهم بغباريتهم.
شو عندها؟ هيك فهمت القرآن والعلم. هذا القرآن الكريم وإلى هذا الكتاب المقدس. إذا أول علم، أول وعي كطفل على الكون، على كون الكتب، على كون المعرفة، كتابان دائما مرافقان لأبي اسمهما الكتاب المقدس والقرآن الكريم. ولذلك من البر بالأخوة أن أقدم مثل هذا التفكير ثوابا لأرواح الذين علمونا من الأخوة، وأنبه إلى ضرورة الاحترام للتراث وللآباء. سفر التكوين أول فقرة فيه بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. هي أول عبارة بالكتاب بالعهد القديم. في البدء خلق الله السماوات والأرض. حلو، معنى يعني خلق السماوات والأرض شو بعد؟ معناها تأكدنا إنه صاحب القدرة هو خالق السماوات والأرض، وهو اللي بيقلنا بالقرآن بوقت النزول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله في البدء خلق الله السماوات والأرض. هذا أول الفقر. وآخر الفقر، الفقرة من المكابيين الثاني، بيختم فيه يقول: فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. هذا آخر عبارة في العهد القديم، إنه التأليف بده مزج. طبعا الخمر هون معناها المعرفة، أنهار من خمر وأنهار من ماء غير آسن معلوم. الخمر الممزوجة بالماء، يعني الماء هو الذي نروي به الحقل، هو الماء الذي نتطهر به، بس بده مزج بشيء من مهندسي المياه، المهندسين المدنيين، يعني بده تنظيم. ما بتاخذ ماء من المرحاض ولو كان صافيا ليشرب، هذا ماء للتطهير. ما بتاخذ ماء من عرق الفليفله والبندوره وبتشرب منه، بدك قليل من الخمر، يعني قليل من التفكير. الخمر نهر الخمر يعني نهر التفكير، نهر الوعي، النهر اللي بيعطيك الصحو، خليك تفكر في حسن التدبير في حسن السقي. فإذا مزجت بالوعي بحسن التدبير، الفطرة تعطي مياه الزراعة، مياه المصادر، مياه الشرب. يقول عن الشيخ محمد عبد في طرائفه أنه أرسل شيوخا إلى تعليم الناس العبادة، فيبدو بعد 9 أشهر رجعوا له هدول الناس المؤمنين، قالوا له: خيو ما بقى ما 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 بنا على الإسلام. قال: 9 أشهر ما عرفنا كيف بدنا نتوضأ. هل يعني الماء المخلوط بالرمل ولا الماء الممزوج بالقش ولا الماء ما يا؟ قال له: أخي الماء اللي بتشربه منه توضوا منه. قال: بس هيك؟ قال: بس هيك. قال: خلص نحن بس خذ المشايخ تبعك، تركنا نحن والماء. معتبرا هذا الشيخ محمد عبده على ذمته وعلى ذمتهم. المقصود ان الافراط مثل التفريط، وان المبالغه في امر من الامور تقلب الامور راسا على عقب. الماء اللي بتشرب منه توضا منه، هذا هو طاهر يسوى. يعني بدنا نتعامل مع الماء تعامل تنسيقي. الماء الفطرة، هالفطرة عندك أولاد إذا تكون النفس الطفل كالنفس كيف إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. بدك خمر الوعي، بدك التصفية، بدك التورية، بدك التربية الذي تضع كل شيء في مكانه. الماء الذي يغسل في التطهير، والماء الذي يلوي، والماء الذي يشرب، والماء الذي يقطر ليكون
قطرة في العين. إذا كلمة الإدار المقدس أنه ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، يعني عم تتقعر بالتفكير طويلا أو تتقعر بالعفوية طويلا، وإننا تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعطي لذة وطردا، كذلك تنبيه الكلام على هذا الأسلوب. أسأل الله تعالى أن يكون جعل كلام اليوم فيه مزج. في كم يمكن حكيت اليوم كان تليفون مع مدير التلفزيون، حكينا شيئا ما عن المزج بين السهولة والصعوبة. الدكتور فؤاد موجود بيننا؟ ما أعرف. ها؟ دكتور فؤاد الشربجي؟ ما أعرف. إيه، حكينا عن المزج إنه باعتبار إنه بيطلعوا الداي والكذا، وأنا بحكي كلام بده سنسكريتي مثلاً. هلا خلصنا من الكتاب المقدس، أوله خلق الله السماوات والأرض، وآخره عليكم بالوزن الحق، مزج الماء بالوعي في خدم الوحي.